إذا مشاهدي برنامج رمض الملاعب هنا في استاد هزاع بن زايد في أجمل الملاعب في دولة الإمارات، ننقل لكم القمة ما بين الزعيم العناوي وما بين الإمبراطور الوصلاوي. أمانة الجميل في هذه المباراة، هناك جماهير من كل مكان لتحضر هذه القمة، وهي قمة من قمم الجولة العشرين. خلكم معنا في برنامج نبض الملاعب لنشاهد ردة فعل الجماهير. انت قبل ما يفتحون البوابات قل لي اوبن ذا دور، اوبن ذا دور. بطلوا لك البيبان ولا بعدهم؟ انا مايد. مايد والله من نعم مايد. بطلوا لك البيبان ولا بعدهم؟ بعدهم. كم بتفوزون اليوم؟ 1 مليون. 1 مليون؟ يا هي كبيره. 1 مليون بيفوز؟ 19 مليار. تعال 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 تعال. انت كم بتفوز؟ 6. ستة كم؟ 1. ستة واحد؟ حق العين؟ حق العين 6-1. وانت شو تقول؟ هذا شو لابس هذا؟ اوكي الوصلاوي انت زين. تعال تعال شوف الكاميرا. كم بتفوزون اليوم؟ 2-0. وين جاي انت؟ جاي من ابو ظبي. من ابو ظبي؟ نعم. شو تشجع العين؟ الوصل. ابو ظبي وتشجع الوصل؟ نعم. كيف؟ كذي فهمني يلا. الوصل يا اخوي اليوم 2-1 بينتهي. 2-1 للوصل. حق الوصل. حق الوصل. زين انت الحين شو تشجع ابو ظبي؟ ابو ظبي يشجع الوحده. ويوم تجي العين تشجع الوصل. الوصل. ويوم تصير دبي؟ تصير دبي يشجع شباب دبي. شباب اهلي دبي. اهلي اي هو. ويوم تروح الشارقه؟ يوم اروح الشارقه اشجع الشارقه. ما شاء الله. يوم تروح صوب راس الخيمه والفجيره؟ استوي بدوي راعي ركاب. راعي ركاب هناك استوي. ترى هذه هي لازم اللي يبار العين لازم دائما يحسب له 1000 حساب. وانت شو تشجع؟ انا وصلاوي طبعا. اللي بار العين يحسب له 1000 حساب. والله نحن خايفين من العين. انتم خايفين من العين؟ زعيم آسيا مره يعني مرتبك. يعني بشهاده بجماهير احد الجماهير الوصلاويه انتم تخافون من العين؟ مره. منو ما يخاف من العين بعد؟ منو ما يخاف من العين؟ ترى هذه هي. شو تتوقع هالسنه؟ السنه خاصه عيناوي، دوري عيناوي. دوري. منو اللي يعود معتذرا؟ الوصل. الوصل بيعود ان شاء الله. موسم الجاي باذن الله بتكون لنا كلمه. تدري حاضرين بس عشانكم تبارون العين. ايوه طبعا هاي مباراه كبيره من اقوى المباريات. طبعا اللعب ضد العين لحد ذاته بطوله. انا والله انت محروم من الحضور بمدرجات شعب لك. يا اشرب كوفي. لا تشرب كوفي. يا اشرب كوفي. بس بتحضر وياها صح؟ لا لا الحركات احنا نعرف. انا يا احضر عند جمهور العين يا ما احضر. انت شو انت كل مره تشجع نادي شو؟ انا؟ اليوم الوصل عليك ضحكه؟ اليوم ويا الوصل انت؟ اكيد دائما. انا عيناوي ترى. عيناوي بس جاي عشان ادخل بس بشوف المباراه وبعد. لا لا لحظه لا تعال 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 تعال. ولابس بعد تيشيرت وحاط عليه هذا على اساس انك عين وصلاوي بس انت عيناوي. شو تتوقع اليوم بيني وبينك؟ 3-1. للوصل؟ لا لمن؟ العين. للعين؟ بعد المباراه وباك حلو. اموت في الوصل. انا اموت في الوصل. اموت في الوصل. اشوفك حي بعدك. اموت في الوصل. اموت في الوصل. اوه تعرف كم ترتيبه الوصل؟ اعرف كم ترتيبه. كم؟ بس اموت فيه. جاي من اخر الدنيا متعني عشان الوصل. كم اخر الدنيا؟ اخر الدنيا. وين جاي انا بعرف وين؟ من الفجيره. انا من الفجيره عشان خاطر الوصل. عشان خاطر هذا شكله عينها. تفضل حد. لا تفضل حد. انا وحداوي. انت شو جايب انك هنا؟ انا ابي الوصل اليوم. ابي الوصل؟ ليه؟ الله يجيبونا 4 نقاط. زين انا والله ما اعرفهم. تلاقيت ايام شيشة بترول اصلي وصلى وراه. ايش رايك بصوتي؟ الله يخليك. صحتوا ها؟ مره بعد. انا شفتك تصيح شفتك تصيح. عليك. بس كيف عرفتكم سبحان الله؟ اما حصلت لك واحد بالسياره اي بخبركم سالفه. قام الصلاه وانا قمت الصلاه وهو جالس بالسياره زقرته قال لي والله يا خالك تراني انا مو قادر اتحرك. يلا ليه؟ قال ما صدقت يا افطر. هذه اللي صليت بكم اليوم انا صح؟ هات علومك. ان شاء الله خشعت. هات علومك. شو تشجع انت اليوم؟ انا والله فيني وبينك نصراوي يشجع الوصل. وصلاوي يا يشجع الوصل. نصراوي يشجع. نصراوي يشجع الوصل.
إذا مشاهدي برنامج نبض الملاعب على قناة الشارقة الرياضية، قمة من قمم الوصل والعين من الديربي القديم والزمن القديم يتجدد في هذا اللقاء، وكالعادة كعب العين عالي على الإمبراطور الوصلاوية. نشوف ردة فعل الجماهيرين وبين الطرفين، خلكم معنا في برنامج نبض الملاعب. لحظة، أنت كوصلاوي؟ صبر شوي، أنت كوصلاوي صح؟ ولا عيناوي؟ كوصلاوي كنت أتمنى العين يفوز، لأن خاص الوصل ما بيشيل الدوري، فكنت أتمنى العين يفوز. الصدارة بس. أنتوا الحين يوم جبتوا تعادل الصدارة عيناوي طلع. لا. أنا غيرة. عيناوي وصلاوي ما قمت أميز بين العيناوي والوصلاوي. لا أهلاوي. أهلاوي. بس شجع الوصل. أنت شفت الوصل يوم تعادلوا مع العين؟ والله بالنسبه لهم يقولون كانت يعني اخطاء من الحارس زين اخطاء من انت الحين فريق مصر اخطاء من الحارس من المدرب يعني. مدرب دوم اجي يفوز ويرجع ليش الله. من بدايه الاحتراف ما فازوا غير مباراتين بدايه الاحتراف 2008 زهايمر ضربني متوسط زهايمر ابغى يفوز علي يا اخي ذهب يقول لك هذا ذهب صد الذهب صد مره معقل الزعيم ذا انا هناك عندهم وافوز عليهم هذاك ملعبي وهذا ملعبي كاس لا دوري ولا كاس وصلاوي يا كاس لا دوري ولا كاس وين اللي قالوا هاتوا خلط عين على وين على درب البطوله عينا وين دوري هني وين دوري هني اخباراتكم ليه تعرف مع منو فرسان لعبتنا فرسان اي هناك في ملعبهم احترمناهم تعادل وهني ان شاء الله غلط لا والله انا قص عليهم قاعد عند الوصلاوي وين ضامن الفوز يعني ها وين ضامن الفوز تاريخ المواجهات في الملعب تاريخ مواجهات ايه مبروك العيناويه وهردك الوصلاويه ان شاء الله المره الجايه اذا مشاهدي برنامج نبض الملاعب مثل ما شاهدنا هذه الطله الجميله في مباراه القمه بين الوصل والعين القمه والطله الجميله هي كانت ما بين الجماهير الوصلاوي عيناوي والعيناوي وصلاوي نقول الف مبروك للعيناويه على هذا الاداء وعلى الثلاث نقاط والابتعاد والذهاب الى الصداره والذهاب الى الدوري الرابع عشر بتوقيت الامه العيناويه في امان الله متوقعين الهبوط من دور الاول شو السبب كابتن ماشي من الاداره لا لعيبه لا مدربين ولا شيء المحترفين توفروا ايمن رمادي وصل متى وصل عقب 11 خساره وصل ايمن والمحترفين من يعرفهم ولا يلعبون هارد لك يا بطل عادي متعودين على الخسائر والله امارات الدرجه الثانيه تسمير تسمير من عندك من الجوله الاولى معروف ان الامارات بينزل طيب انت باقي لك 6 جولات محسوم النزول على هالاداء ما في امل احنا فريق يفوز خلاص احنا نتريى النتائج المباريات الثانيه ان شاء الله نتريى نشوف ان شاء الله الوصل يوقف العيناويه لا خلاص الوحداوي ان شاء الله في الصداره ان شاء الله وباشر بيتعرقل العين بيتعرقل وجماهير الوصل موجودين توهم في الملعب ما شاء الله شال العين وشال الوحده مره واحده ما شاء الله لا تعصب اهم شيء روح الرياضيه عيناويه بس متواضعين بس الدوري عيناوي للاسف اكيد تعلنها ما بين جمهور الوحده اكيد دوري عيناوي هو دائما نادي الامارات بيلعب كويس قوي بيبدا كويس قوي بس هي فرق في الاخيره بس هو نادي الامارات يعني بيعمل كل ماتش بيعمل شكل كويس جدا بس هي في الاخيره يعني كل ماتش يعني بيقدم حاجه وبيقدم كويس وبيمشي كوره كويس بس هي الاخيره وباذن الله بالتوفيق للعين باذن الله احنا جايين من عمان يكون في علمك جايين من خصب ونشجع فريقنا اللي هو فريق الروح والدم فريق الوحده وان شاء الله ناويين الدوري ان شاء الله العنابي مش متصدر احنا ورا العنابي وين ما كان ابو ظبي في راس خيمه في الفجيره في كل مكان مبروك يا بطل تصوم في رمضان ايه خليك صريح ايه والله شو فطرت اليوم هذا هريس مع ان الوحده فازوا علينا اليوم لكن ما في دوري ما بتشمون الدوري عيناوي ما بتشمونه
والامارات هذا اليوم احسن مباراه قدموها من بدايه الدوري، لو يكملون على هذا ان شاء الله ما بنهبط ان شاء الله. لا بس ان شاء الله يعني بيشدون حيلهم زياده، والاداره تعطي حق مراحل سنيه حقها يعني صاعدونا قدام فوق. انت لاعب في اي فريق؟ 2005. 2005 ما شاء الله سنه مبدعين ما شاء الله. الحمد لله المركز الاول. مبروك للوحداويه والجمهور واللاعبين. كانت الخسارة بسبب المدرب أول شيء، تكتيكات ما أعرف وين جالس يخترع تكتيك، يعني والله ما عندي شيء أقوله. إذا تموا على هالحال فريق لا بيوصل. شو راح تسوون في الآسيوية؟ في الآسيوية أنا أقول لك من الحين سلم على الآسيوية، سلم على الآسيوية على هالمستوى. ما أي بصيص أمل؟ لا ما في أي بصيص أمل، أنا أعطيك إياها من الحين، ما في أي بصيص أمل، لا أجانب نفس الناس والعالم، لا لاعبين، لا إدارة، لا مدرب، ولا شيء ولا شيء. راح تسوون في الكأس؟ ما يبغى له جواب. خسرانين. ايه كالعادة. ليش هالإحباط؟ الإدارة ما يغيرون المدرب، لا أجانب ولا مواطنين. كنتوا متفائلين اليوم تفوزون على الجزيرة؟ لا ما كنت متفائل. ما كنت متفائل؟ مش راضي يعني على الفريق؟ ما براضي من بداية الموسم. وشو راح تسوون في الآسيوية؟ والله ما أعرف، يبدلون النادي يخلون نادي ثاني يروح بدالنا أحسن. عندك صانع لعب على أربع طرف؟ بالله عليك حدث العاقب بما يعقل. مهدي وين تبغى توصل؟ انا عندي صانع العاب العب الطرف من بدايه الشوط، اي طلع لي النقبه دقيقه 30 وادخل غساني اخليه خلف المهاجم. شاف ضغط الجزراوي؟ اي ضغط الجزراوي، انت تقول من البدايه رجعوا ورا، من بدايه المباراه 30 دقيقه فريقك يدافع، احسن لعيب عندك تخليهم يدافعون؟ يا اخي وين هال وين اليوم على هذا الاداء؟ وبعد كم يوم عندكم مباراه اسيويه شباب الاهلي والاسيويه. الله يعينه رفع ضغط. اذا 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 مهدي شي وهذا حاله واسلوبه ما يلاعب لك اللاعب في مركزه، يا ابو يسير ابوي البيت بركله يقول لهم انا ما بدرب، يقوم مدرب ثاني بكل صراحه بكل امانه. الله يبارك فيكم ومشكورين ومبروك عليكم الشهر والحمد لله على كل حال. كيف خلطتهم؟ زين كيف شفتوا اليوم اداء الجزيره؟ زين استمتعتوا؟ هي زين. الجزيره بينافس العين على اللقب ولا خلاص نقول العين هو بطل الدوري؟ لا الجزيرة بطل. في أمل؟ لا. في أمل ولا ما في أمل؟ في. مساكم الله بالخير مشاهدي برنامج نبض الملاعب على قناة الشارقة الرياضية، متواجدين اليوم في الجولة 20 والقمة المرتقبة بين النصر والشارقة. ايش حالك؟ بخير. ايش اخبارك؟ الحمد لله. ابتسامة في رمضان حلوة. صح رمضان ما يقدر يرمس عيد. اليوم مباراة قمة بين النصر والشارقة والنصر فايز عليكم في الدور الاول. صح. شو بتسوون اليوم؟ الحين تبى ترمس عنها يوم بيك بعد شوي بيك المايك اصبر شوي. ان شاء الله تفوز. ان شاء الله تفوزون؟ ايه اكيد؟ اكيد. كم بتفوزون؟ 3-0. تعال الحين ترمس، يلا قول الحين. رمضان امورك طيبة؟ ايه الحمد لله. عادي يعني ترمس؟ ايه. زين اليوم هم فازوا عليكم اعتقد كم؟ 3-0؟ 3. تتذكر يعني انت تبغي ترجع 3-0؟ ايه ان شاء الله. بس ما بتقدر؟ لا نقدر ان شاء الله. صراحة اهدى واحد هذا هادي ما قال انا عادي برمس. ها ما شاء الله كأنك كوزمن بس صغير. حكون عليه يعني؟ لا يقولون لا تضحكون علينا. كيف اليوم؟ زين. كيف اليوم زين؟ ايه. ساعدوه. ما اعرف كيف ما تعرف كم؟ وجود العميد في حضرة الملك. اوه لا 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 كلام كبير كلام كبير هني. شو؟ لا وجود العميد في حضرة الملك. سنبقى الملوك. سيبقون الملوك يستاهلون ان شاء الله، اتمنى ان بس نشاهد مباراه جميله. يا اخي تعرف من غلط اروح.
ما تقدر حبيبي، انت شفت اللون كيف جميل هادي. هذا بعد لون جميل، بس هني تحس انه يعني مكان كلاسيكي. الراس بالملعب كان بتفوزون 3-1. اليوم بيسحرونكم النصراويين. لا شو مين ما يرمون، ما ظنك بس مش بس بتخوف يعني. لا مش خايف والله. يقولون وجبه دسمه. اي وجبه دسمه، ما يرمون خاليه من الدهون. كان سووها في الدوري، ما يرمون يسوون شيء. عايزين عليكم. اما بس غير راح الكوزما، كوزما بيخلص راح. سلام عليك. سلام. ايش حالك؟ صايم؟ ها؟ مبين عليك صايم. كم ساعة صايم؟ كم ساعة صايم؟ 5 ساعات. شو اسمك انت؟ سيف. شو بتسوون اليوم؟ شو بتسوون؟ بسوي خلطة. بعد خلطة؟ كل مكان خلطة؟ يقولون هم بيخلطونكم اليوم. مروق سيف الله يحفظه. شو تشرب بيمتو؟ الله يحفظك. كم تفوزون؟ كم تفوزون؟ 2. بيسحرونكم شيء خفيف اليوم الميدان يا حميده. الميدان بنشوف نحن منو الافضل. الافضل بيفوز. يعني اذا خسرتوا اليوم بتزعلون السحور؟ لا بنفوز اليوم. وجبه دسمه نحب نفطرهم ونسحرهم. الله الله. شو تبغى اكثر عن كذا؟ دائما مباريات شارد والنصر لها حساباتها خاصه. مش من الحين، من زمان. الحين ما عندي شيء، لاني انافس ولا شيء، يعني العب كل مباراه اخذ 3 نقاط واكمل المباراه اللي بعدها. المباراه صعبه على الفريقين، الشارجه قادم ويعني فريق صراحه متطور جدا، والنصر ان شاء الله جالس يرد شوي شوي. نقول وين يرد بالضبط؟ يعني يرد للمنافسه، يرد عشان منافسه ما في. خلينا نتكلم بواقعيين. خلاص طلعنا من 3 بطولات، دوري، كاس رئيس دار وكاس اتصالات. خلاص ما لنا اي حظوظ فيهم. فاحنا الحين ياسين نرد الروح في الفريق. يعني هل احنا ياسين رده بس؟ لا مستانس على الاداء طبعا يعني، ولا على وضع الفريق. بس تعرف مثل ما تقول اجواء رمضانيه ومباراه حلوه. نادي النصر ترى نحن نحضر له يعني اي وقت. كيف كان اداء الفريق؟ الفريق مؤدي ما مؤدي؟ ده جمهور النصر معروف بالوفاء دائما ورا الفريق. يعني تعال بيسحرونكم اليوم. ما اسمع، بيسحرونكم اليوم. نخلطهم اليوم. اي نعم. اذا يقولك بيخلونكم هريس. خلط اليوم. بيخلونكم هريس النصر. لكل فعل ردة فعل. النصر فايز عليه في الذهاب 3. الله يعينه اليوم. ليش زعلان؟ مو زعلان، بعد ما بدت المباراه، بس الميوزك. ان شاء الله فايزين. تخوف شكلك، اشوفك تتنافض. الملك هذا. ها؟ الملك هذا، الملك هذا. اشوف كتفك يا اخوي في نبضة. لا فايزين. كم تفوزون؟ 2-0. 2-0؟ نعم. شكلك فاطر. مبين عليك ما تصوم. لا والله صايم. صايم كم يوم؟ ها؟ كم يوم؟ يومين. يعني مثلنا يعني؟ ايه. مثل المسلمين؟ نعم. يومين بعد توك بادي يعني؟ ايه نعم. زين كيف اليوم؟ اليوم؟ ايه. شو؟ شو ان شاء الله خالص الملك. خالص الملك؟ اي نعم. انت شو بلاك متروع انت؟ اول مره اطلع لقاء. اول مره؟ عيل شكل اليوم الملك له كلام ثاني. لا ان شاء الله فايزين 2-1. بس تعرف شو يهددونكم ترى؟ منو؟ نصراويه. لا ان شاء الله خالص اليوم 2-1 حق الملك. يقولون بخلكم تنامون وانت واعى حتى سحور ما شيء. لا ان شاء الله خالص الملك اليوم 2-1. 2-1؟ اي نعم. توفيق ان شاء الله. وياك يا رب. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا سيدي. اذا مشاهدينا، قبل بدايه المباراه اخذنا اراء الجماهير، والجماهير متفائله بفريقها الشرجاوي. خلينا نتابع هذه الملحمه الكرويه بين النصر والشارقه. إذن الشارقة يتفوق على النصر أداء ونتيجة. إليكم لقاءات ما بعد المباراة. من زمان النصر لا شكل ولا لون. النصر اليوم مب النصر اللي نعرفه نحن. غريبة، يعني كنا نتوقع أداء أفضل. أصلا كان عندهم فرصة يتعاقدوا مع مدرب أفضل من سالم ربيع. جايب لي لاعب، لا جايب لي مدرب مواطن تقول لي بعتمد عليه؟ لا ما ينفع. عندك أروى بارينا، كان عندك مدربين، عندك كنت تقدر تتعاقد ياهم. لكن بهالأسماء المدرب يعني على وضع أن الفريق بهذه الطريقة كان بعد ما كان وضع المدرب ما ضاف شيء أساساً.
ولا قدم شيء مع الفريق، فريق ميت. والله العظيم ما أعرف شو أقول، يعني جمهور النصر تعبان من زمان، فريق يعني لا لعب ولا شيء، كنا اللعيبة مغصوبين يلعبون، ونحن بس نتريى الموسم يخلص، كل سنة نفس الشيء، نتريى الموسم هذا يخلص، الموسم اللي بعده نقول نفس الكلام. خلاص الموسم هذا تبغيه يخلص وانت شو وضعك؟ والله اهم شيء يخلص، اهم شيء يخلص، وضعي فوق تحت، المهم نفتك لا عاد شبدنا والله. المباراة مثل ما شفتوا تلخص موسم النصر، تلخص فريق النصر هالموسم، فريق لا شكل، فريق ما في لأي هدف. انا قلت لك قبل المباراة نحن اليوم نلعب بدون يعني ما في اي هدف، الفريق اللي شفناه اليوم يا يلعب 95 دقيقة عليه يلعبها ويروح. قلت لي شيء متوقع اليوم، خسارة متوقعة؟ هي نعم شيء متوقع، النصر يمر في حالة سيئة جدا، اللي ما يفوز على النصر في هالوضع متى بتفوز على النصر؟ النصر صار أسهل فريق في الدوري حاليا، يعني اللي يفوز يكسب 3 نقاط لازم يلعب مع النصر. احنا ننتظر الموسم بس ينتهي وتعدي هاي المرحلة على خير. والله تشوف حارس النصر أعطاكم جول حريص، ها؟ عطاكم جول وحريص. ايه حريص بعد، حريص ما شاء الله. وبعد عطاكم جول. ايه ما والله شو نسوي؟ ثلاثة. فرحانين بالفوز. انت الحين فرحان يعني؟ ايه فرحان راضي. تتكلمون على البلنتيات صح؟ ايه ثلاثة. ما حد يفينا العيد الا هذا. ليش؟ يا مطلع التليفون يقول الحين البلنتي لو البلنتي يعني احنا ما في ردة فعل. نتريى هالحركة 3 مرات. 3 مرات يا ابني يا اخي كلم هناك. وين الوجبه الدسمه انزين؟ ها تعال. انتم ضيعتوا 3 بلنتيات وفرحه؟ وكل ربع يعيبون علي وانا اسجل بلنتيات في الدوري. لما اقول لهم الشيء صعب ما حيصدقني. اذا مشاهدينا في ظاهره غريبه، توم اخوان، احد منهم يشجع الشارجه واحد منهم يشجع العين، وحاول فيه انه يغير ويكون شرجاوي، ابى، قال اتم عيناوي. شو اسمك؟ سيف. تعال. وانت؟ سعيد. سعيد انت شو؟ عيناوي. اليوم فاز الشرجاوي، شو تقول له؟ مبروك. بس مش من خاطرك؟ زعلان انت انه فاز؟ ايه زعلان. يقول حاول فيك انك تكون شرجاوي بس ما بغيت. ايه وقلت مستحيل وفي بيت واحد. ايه ها؟ ايه وما بتغير؟ بس لا. يلا قول لي. بس الحمد لله فزنا. اوكي فزتوا. بس واحدكم بلنتي. 3 بلنتي ضايع. بس نجم المباراة نقول لك استاذ. انتوا كيف توم واخوان ومو قادر تقنع انه يشجع الشارجة؟ اصلا هو من زمان كان يشجع العين. فمستحيل يعني. فمستحيل. ايه وما بتغير انت تشجع العين؟ ما بغير تشجع العين. العين المركز الاول. انا بتم على الشارجة. يعني في احتمال انك تغير؟ انا ان شاء الله يعني افوز المباريات الجاية. ايه واكون متصدر الدوري. بس في احتمال انك تغير؟ لا 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 ما في احتمال انك تغير. بتم شرجاوي. انت شو تشجع؟ شرجاوي. ما مبين عليك شرجاوي. ها آه ايوه خلنا نشوف. انا عندي تيشيرت حسن صالح. يا سلام نشوف. شو هالشعار؟ هذا شو؟ تيشيرت حسن صالح. وانت شو عندك؟ ما عندك شيء، بس تصورين سناب وتصورين هذا. زين 3 بلنتي ضاع. 3 بلنتي ضاع لكن فايزين خلاص. بس فايزين. النصر ساعدكم. ما فايزين. النصر ساعدكم صح؟ من زمان ترى نحن الفريق الوحيد اللي فاز على العين. والله من زمان صحيح الفريق الوحيد اللي فاز على العين. مبروكين. سحرونا وسحرناهم. ضيعنا 3 بلنتيات. 3 بلنتيات صارت هذه؟ هاي ما صارت، هاي هاترك حق الحارس. لازم نسوي لنا يعني نبحث منو ممكن استوت في الدوري الاوروبي ولا شيء. ما استوت لكن انا اقول لك يعني هاي مشكله عندنا نحن. 3 بلنتيات مو باول مباراه، مباراه الوصل كذا مباراه يعني. فما ادري لازم كوزمان يشوف انهم يعني في منفذ واحد يكون. سؤال، النصر ساعدك؟ لا انا ما ساعد. ما ساعد. شو ساعد؟ الشوط الاول كنتوا انتوا فقط المسيطرين، النصر ساعدكم او لا؟ النصر ضعيف جدا صراحه. يعني انا ما اتمنى النصر اشوفه بهالطريقه. يعني اي العب مباراه ضد النصر واداء بهالطريقه صراحه شيء انا اقول مخزي للنصر صراحه. يعني ما شفنا حد في النصر يعني يقاتل للمباراة. يعني خلاص النصر استسلم. بس نبقى نتكلم عن فريقنا يعني يمكن طمننا شوية إنه بنتيجة قبل لا يروح بطولة مهمة اللي هي بطولة الآسيوية. الفريق مقبل على بطولة آسيوية، الشارجة والهلال. لعبتنا زعمان
لعبتكم؟ زعماء لعبتنا. الزعماء، اي زعماء تقصد؟ السعودي والاماراتي، اثنيناتهم لعبتنا نحن. على لسان احد الشرجاويه لعبتهم الزعماء الهلال السعودي والعين الاماراتي. في امان الله. واليوم طال عمرك انا والله من 40 سنة من محبين النادي، فتركت يعني اسباب والكبر، واليوم قلت صليت صلاة التراويح وعينت من الله خير، وعينت قلت والله نيتي اليوم ان انا احضر المباراة. في اي انت البركة اليوم؟ البركة اول الله سبحانه وتعالى، ثم اللعيبة، وانا دعيت يعني صراحة الجمهور. خربنا فرحة الخور اليوم من الصغير والكبير، وشو تقول؟ وين اللي قالوا هاتوا؟ خربنا ما عاد اسمع لحسهم. ما سوينا اي شيء، اهم شيء الفريق فايز وابناء الخور مستانسين مبسوطين الحمد لله، وهذيل شو اسمه العشم بالشباب اللي في الملعب ما قصروا واقفين ويا الفريق، الكل اللي هني واقف ويا الفريق الحمد لله على كل حال. كيف الفرحة؟ وابو يا عساها دوم، وابو دوم، فايزين فايزين فايزين، نروز عوما عيوة خضراوي. أيوة حلو، يا سلام حلو، يا سلام. والله اول شيء الحمد لله رب العالمين، بصراحه اليوم الفريق ادى، يعني نحن يمكن كنا متخوفين من الشوط الاول، الفريق يوم رجع ورا شوي، لكن بعدين الفريق صح يعني، والله نحن كنا حزينين ان الفريق اذا خسر بحضور الجمهور هذا، يعني حرام، يعني الجمهور اليوم هو يعني فاكهه الدوري الاماراتي، فاكهه من خور فكان، يعني هاي باختصار، يعني الجمهور اليوم موجود. الله يبارك فيك، الصراحه انا اشكر هالجمهور اللي واللي حضر، ما راح ببلاش، راح مرتاح مسعيد، وكل شيء الحمد لله لك يا رب. والثلاث نقاط نحن محتاجين هذه. طبعا ما نقدر نقول انه باقي كم من جوله، ست جولات تقريبا او سبع جولات، فلازم يعني تكون المسؤوليه على قدر اكبر. وطبعا الحمد لله على الفوز، انه اتى في ايام مباركه، في ايام شهر رمضان، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله، ومبروكين الفوز، يا هالخوفكات تستاهلون الفرحه. عجمان الامور طيبه بالجيب ان شاء الله، بنفوز عليهم ان شاء الله، ما عليه، على اهل الاداء ان شاء الله بنفوز على الجزيره بعد. اهل خور فكان الحين كلهم مستانسين، واليوم شو 4 رمضان، والنتيجه كم؟ 4. يا سلام، حاسبنا انت عاد، حاسبنها، واسمحوا لنا اهل بنياس اليوم تسحرنا عليكم في الملعب، خلاص ما بنتسحر خلاص. اكيد فزنا عليهم من الصريخ والحماس، خسرنا مبارتين والحمد لله الحين 4، ها يعني في رمضان